المقاومة كانت جاهزة بالكامل، حتى أنها أنذرت الاحتلال وحددت ساعة الصفر السادسة لإطلاق هذه الصواريخ. ونحن أثبتنا للعالم أجمع أن المقاومة كانت وما زالت وستبقى بخير. هذه الرشقات الصاروخية مثلت باكورة رد المقاومة إذانا ببدء معركة سيف القدس. المقاومة كانت صاحبة المبادرة، فقصفت تل أبيب والقدس، ومثلت الضربة الأولى مفاجأة للمستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل. المقاومة كانت جاهزة بالكامل، حتى أنها أنذرت الاحتلال وحددت ساعة الصفر السادسة لإطلاق هذه الصواريخ. وهذا تحدي على المستويين، قدرة هذه الدولة التكنولوجية والأمنية والاستخبارية من جهة، وغزارة نيرانها وطبيعة الأسلحة التي تمتلك. رغم ذلك وصلت الرشقات إلى أهدافها، كانت الأهداف بالنسبة لها واضحة، وكانت في البداية قصف القدس رداً على ما يجري في القدس، وهذا كان عنواناً غير سابق في كل معارك المقاومة مع دولة الاحتلال. مع تواصل العدوان على غزة، كثفت المقاومة رشقاتها الصاروخية التي أظهرت استعداداً جيداً وقدرة عالية في ابتداع تكتيكات جديدة في عمليات القصف الصاروخي التي أربكت عمل منظومة القبة الحديدية. تكثيف رشقات الصواريخ كانت مهمته تشتيت قدرة القبة الحديدية على إفشال هذه الهجمات، وبالتالي كان هناك توزيع استراتيجي للمهام بين الفصائل، بحيث بنك الأهداف كان يوزع باتجاهات مختلفة. ولهذا لنتذكر على سبيل المثال أنهم أعلنوا أن هناك عطلاً في عدد من بطاريات القبة الحديدية، إلى جانب أن المقاومة نجحت في أن تستخدم رشقات جاهزة على أهداف محددة بفترات التذخير، وهذا كان زمناً ذهبياً للمقاومة أن توصل رشقاتها دون أدنى خسائر. مفاجآت المقاومة لم تتوقف طوال العدوان، إذ كشفت عن صواريخ جديدة فاقت مدياتها 220 كيلومتراً، فضلاً عن صواريخ أخرى بقوة تفجيرية كبيرة ظهرت آثارها واضحة في الجانب الإسرائيلي. وبالرغم من ادعاءات الاحتلال استهدافه قدرات المقاومة الصاروخية، كانت الكلمة الأخيرة أيضاً للمقاومة التي أطلقت رشقات صاروخية قبيل لحظات من إعلان وقف إطلاق النار. انتهى العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن يد المقاومة ما تزال ضاغطة على الزناد. تواصل عملية الإعداد والتجهيز، وتعيد تذخير منصاتها الصاروخية التي ادعى الاحتلال تدميرها خلال العدوان.
كاميرا الميادين رافقت عناصر من الوحدة الصاروخية لألوية الناصر صلاح الدين في أحد المرابض الاستراتيجية للصواريخ بعيدة المدى فوق الأرض. يسابق هؤلاء المجاهدون الزمن من أجل تجهيز منصاتهم الصاروخية استعداداً لأي عدوان. على الرغم من كل التحديات الأمنية وعلى رأسها كثافة طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تراقب على مدار الساعة، منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية تقوم في هذه الأيام وفي هذه اللحظات بإعادة تذخير مرابض وراجمات الصواريخ التي قمنا من خلالها بدك مواقع ومقتصبات العدو الصيني بعشرات الصواريخ. هذه المرابض التي ترونها أمامكم التي ادعى العدو الصيني أنه قام بضربها استهدافها والقضاء على 90% من قدرات المقاومة. هذه المشاهد تفند ادعاء الجيش الصهيوني، ونحن أثبتنا للعالم أجمع أن المقاومة كانت وما زالت وستبقى بخير، وستبقى الصواريخ تنطلق باتجاه أراضينا المحتلة لنوصل الرسالة للعدو الصيني أنه لا مكان له في أرضنا طالما بقي محتلا لأرضنا. فترة التهدئة هي فترة تهدئة للعدو الصهيوني فقط، أما بالنسبة لنا كمقاومة فلسطينية هي فترة تجهيز وإعادة تجهيز وتذخير لقدراتنا وراجماتنا وصواريخنا بإذن الله تعالى. تحت الأرض صورة مشابهة لما فوقها، داخل أنفاق الألوية عمل متواصل لا يتوقف يؤكد ليس فقط زيف وكذب دعاية إسرائيل بتدميرها قدرات المقاومة الصاروخية، بل يؤشر إلى مدى إدراك الألوية أهمية هذا السلاح في مواجهة الاحتلال. أنفاق مثلت ورقة رابحة في معركة سيف القدس. قطاع غزة مساحة جغرافية سهلية ساقطة، لا يوجد فيها أدنى قدرة للإخفاء والتمويه فوق الأرض، فاعتمدت المقاومة على الأنفاق وعلى الإخفاء والتمويه بطرائق تمكنها من تفعيل هذه الراجمات وبلحظات تنقل من تحت الأرض باتجاهات أخرى. ولهذا كان قتال العدو قتالاً أعمى، رغم أنه على سبيل المثال في عدد من الإعلانات لقيادات المقاومة ذكرت تواريخ وساعات محددة لإطلاق النار على طريقة تاسعة البهاء كل يوم، وكذلك انتظروا قصف على سديروت، على تل أبيب، على القدس، على تل أبيب في لحظات معينة. وبالتالي المقاومة خبرت جيدا كيف تحرك هذه الراجمات، وحتى في حالات التذخير من فوق وهو في جله كان تذخيرا تحت الأرض، كانت المواقع البديلة متوفرة وهي مموهة جيدا، بحيث أن العدو لم يعلن طوال 11 يوما أنه قصف أهداف من طبيعة استراتيجية. وحدة المدفعية كان لها دور كبير خلال معركة سيف القدس. هذا أحد مرابض الهاون الثقيلة التي دكت خلالها ألوية الناصر صلاح الدين مستوطنات الاحتلال طوال العدوان بمئات القذائف الصاروخية. هذه مجموعة تابعة لوحدة المدفعية في ألوية الناصر صلاح الدين، عملت طوال معركة سيف القدس على دك الشريط الحدودي بقذائف الهاون الثقيلة، كما استهدفت حشود العدو وآلياته المتمركزة على طول الحدود في معركة أثبت فيها سلاح المدفعية أهميته الكبيرة في إحداث تفوق ميداني دفع جيش الاحتلال لسحب عناصره من الثكنات العسكرية خلال العدوان. أثبتت وحدة المدفعية في ألوية الناصر صلاح الدين نجاعة ضرباتها المكثفة التي طالت تحشدات الجنود العدو الصهيوني المحاذي لقطاع غزة، وتم ضرب قذائف الهاون، مئات قذائف الهاون تجاه جنود العدو الصهيوني منذ بدء العدوان، وتم تكثيفها آخر فترة العدوان بسبب تهديدات العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية بالعمل البري ضد قطاع غزة، فتم تكثيف الضربات وقذائف الهاون تجاه تجمعات الجنود العدو الصهيوني.
شاهد العالم أجمع خلو منطقة الغلاف على مدى 4 كيلومتر تقريبا من أي جندي أو أي مدرعة للعدو الصيني. سلاح المدفعية منذ 2014 حتى الآن كان أحد الميادين التي استخدمت فيها المقاومة بغزارة. العدو وقع في أحابيله هو حين تحدث عن أنه سوف يدخل بالمشاة وحرك المشاة وحرك الدبابات، فكانت هذه صيدا ثمينا للمقاومة باستخدام العيارات المختلفة للهاونات بحيث نجحوا، وهي كما تعلم مدافع خفيفة، وبالتالي حملها والانتقال أولا يجعل صعبا على العدو الملاحقة من جهة، ويمكن المقاتل الفلسطيني من إصابة الأهداف التي يريد بتقسيم العيارات وفقا لقرب أو بعد أو كثافة الهدف المنوي إصابته. القدرة الصاروخية للمقاومة والتي ظهرت جليا في عملية سيف القدس يقف خلفها رجال يواصلون الليل بالنهار من أجل زيادة الإنتاج الصاروخي وتعويض الفاقد وتزويد الوحدات الصاروخية في الميدان بالقذائف الصاروخية. هذه إحدى ورشات التصنيع التابعة لألوية الناصر صلاح الدين، لم تتوقف عن العمل والتصنيع قبل معركة سيف القدس وأثناءها وحتى بعدها. صواريخ وقذائف طويلة وقصيرة المدى يتم إنتاجها بشكل كامل ودقيق ضمن مراحل معقدة ووسط إمكانات محدودة. محدودية لم تمنع الألوية وفصائل المقاومة من اللجوء لكل الوسائل من أجل الحفاظ على عملية التصنيع التي مثلت رسالة تحدي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية وحصارها الذي هدف إلى تقويض قدرات المقاومة على إنتاج الصواريخ. هؤلاء المجاهدون في وحدة التصنيع لم يتوقفوا ولو للحظة خلال العدوان المستمر خلال معركة سيف القدس، كانوا يضعون أرواحهم على أكفهم رغم القصف المستمر على مدار الساعة، إلا أن هؤلاء الرجال كانوا يعملون هنا ويواصلون الليل بالنهار لتمديد وإمداد المجاهدين في أرض الميدان بالصواريخ لضرب العدو الصهيوني. نؤكد على الدعم الكبير للجمهورية الإسلامية في إيران التي دعمت كافة التنظيمات بالمال والسلاح وبالخبرات العسكرية التي أسهمت في تطور منظومة القدرات القتالية لفصائل المقاومة وبالتحديد المنظومة الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية. المقاومة تعمل في مكان محاصر منذ 15 عاما وأدارت معارك خلال هذه السنوات وهي محاصرة، وبالتالي نجحت وباعتراف قيادات من دولة الاحتلال وخبراء عسكريون كثر واستراتيجيون قالوا أن هذا النوع من الصواريخ هو صناعة محلية، وهذا يعني أن هناك مخزونا استراتيجيا وأن هناك صناعة متقدمة. دولة الاحتلال تسمي ذلك الصناعات العسكرية الفلسطينية اعترافا برصانتها وبدقتها وبفعاليتها، إلى جانب أن المقاومة ومنذ بدء المعارك، يعني دعنا نقول 2006 2008 12 14 وحتى في عملية سيارة متكال عام 2018 جرى التعاطي أيضا بالصواريخ، هذا كله يشي بأن هناك صناعة متطورة من جهة وأن هناك أنفاقا محصنة بها هذه المعامل أو المصانع. وفضلا عن وحدة المقاومة التي ظهرت جلية في تنسيق الرد على العدوان عبر غرفة العمليات المشتركة، نجحت المقاومة ميدانيا في إفشال مساعي إسرائيل لتغيير قواعد الاشتباك. نحن اليوم في ألوية الناصر صلاح الدين نوجه رسالتنا للعدو الصهيوني بأننا مستمرون وجاهزون لأي مواجهة قادمة معه حتى لو كانت اليوم،
نحن جاهزون ومستمرون، وأنتم ترون وحدة التصنيع العسكري مستمرة على قدم وساق لتجهيز المقاتلين في الميدان، ونطمئن أبناء شعبنا بأننا في ألوية الناصر صلاح الدين وبصحبة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة جاهزون لأي مواجهة قادمة مع العدو الصهيوني حتى لو كانت اليوم قبل الغد. المقاومة ثبتت قواعد الاشتباك، أولاً سابقت أن تبادر بالقصف رداً على جرائم العدو في باب العمود وفي حي الشيخ جراح وفي المسجد الأقصى، إلى جانب إصابتها لأهداف استراتيجية لم يكن العدو يتوقع أنها جزءاً من بنك الأهداف. كما أن المقاومة ذكرت أن كل رموز السيادة لدولة الاحتلال تحت القصف، وأن ما نمتلك هو أكثر بكثير مما كشفناه. هذا كله يدلل أن المقاومة كانت تتصرف بثقة بالنفس، ببعد نظر، بخطة استراتيجية، ببنك أهداف محدد، وبتنسيق وتعاون تحسد عليه الجيوش النظامية. تقول المقاومة إن جولة من القتال مع الاحتلال انتهت بانتصارها، لكن عملية التجهيز والإعداد لمعركة التحرير ستتواصل، وستراكم المقاومة من قدراتها وستطور من إمكاناتها. فما الذي تحمله الجولات القادمة من مفاجآت عسكرية للاحتلال الإسرائيلي؟